لكن قبل ما نخش في كل اللي معانا النهارده، عايزين الحقيقه نتكلم كمان عن نادينا العظيم النادي الاهلي. كلنا تابعنا مباراه امبارح، مباراه فيوتشر الحقيقه، والنادي الاهلي مش هتكلم فنيا، ادى مباراه جيده على المستوى الفني الحقيقه. الكل كان منتظر طبعا الفوز، والفوز كان قريب جدا جدا من النادي الاهلي. اتاجل شويه موضوع ان شاء الله باذن الله، ان احنا كان قدامنا يمكن ثلاث او اربع مباريات لحسم بطوله الدوري الممتاز، لكن المباراه الحقيقه في اجمالها مباراه جيده على المستوى الفني. فرص عديده الحقيقه اتيحت للنادي الاهلي في هذه المباراه لم يعني تترجم الى اهداف، و بيقابل طبعا منافس قوي، يعني فيوتشر من الفرق القويه جدا، فيوتشر من الفرق المنظمه جدا على المستوى الفني، عندهم عناصر من اللعيبه، عندها خبرات الدوري المصري، عندها مدير فني علي ماهر على مستوى عالي جدا، وبالتالي كان المنافس قوي مفيش شك. لكننا كنا منتظرين الحقيقه الفوز، وكان الفوز قريب جدا في بعض لحظات المباراه، لكن ده ما بيقللش طبعا من المجهود اللي اتبذل من لعيبه النادي الاهلي سواء داخل الملعب او الاداره الفنيه لمارسيل كولر. الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين كان في استحواذ كبير جدا، كان في سيطره على المباراه بشكل كبير، كان في يعني شفنا القندوسي عامل شغل لا باس بيه في وسط الملعب، بيرسي تاو كالعاده بيأدي وبيعمل خطوره على المرمى، حسين الشحات كذلك، عندنا صلابه خط الدفاع بنجمنا محمد عبد المنعم. الحقيقه كان ناقص المباراه دي هدف او هدفين، يعني لو اتكلمنا عن المباراه ديت يمكن النادي الاهلي حاول بقدر الامكان، ولكن يعني زي ما قال مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي اللي بعد المباراه، ان يعني سيطرنا بشكل كويس، كان ناقص بس هو احراز الاهداف، وده وارد في كره القدم الحقيقه. ولازم الراجل يتكلم بكل عقلانيه، وقال ان هو متقبل ده كمدير فني، ان في بعض الحالات اتسال على موضوع ال 3-0 وكان الناس مستنيه ان انت تكسب 3-0. الحقيقه ما فيش حاجه كده في كره القدم، النادي الاهلي عامل ريكورد على مستوى نتيجه 3-0، لكن مش كل مباراه هتكسبها 3-0، في اختلاف في المنافس، في قوه في الاداء المنافس، في ظروف مختلفه في كل مباراه، وبالتالي انتهت المباراه بنتيجه التعادل السلبي. في انتظار طبعا خلاص النادي الاهلي كمان قفل الجزئيه ديت، اوف سايد مش اوف سايد، تسلل مش تسلل، كل الكلام ده اتكلم فيه الخبراء، وده خلي بالكم لا يعني شيء لفريق النادي الاهلي. بيقفل الصفحه بسرعه، زي ما احنا بنكسب بنقفل الصفحه بسرعه، زي ما احنا بنتعادل بنقفل الصفحه بسرعه، ولما بنتغلب كمان بنقفل الصفحه بسرعه. الحقيقه النادي الاهلي قفل الصفحه ديت، ولكن دي مباراه يستفيد منها اللاعبين ويستفيد منها المدير الفني بشكل كبير. بنعمل فرص كتيره، بنحقق فرص كتيره، لكن ترجمه هذه الفرص لازم تكون على مستوى افضل. يعني دايما بنقول ان النادي الاهلي دايما بيبص للافضل، دايما بنحب ان احنا نكسب بأداء وبنتيجة كبيرة، ولكن زي ما بقول لك كرة القدم، يعني دي كرة القدم، ومش كل مباراة تقدر تحقق فيها هذه الأهداف، في بعض الأهداف بتتحقق وبعض الأهداف لا. الانسجام موجود، عناصر جديدة أو عناصر واعدة موجودة، كريستو شارك في المباراة، كندوسي شارك في المباراة، بنتكلم على أشياء كثيرة ممكن نبني عليها الفترة اللي جاية، والفترة اللي جاية الحقيقة فترة قليلة. النادي الاهلي عنده مباريات مضغوطه جدا جدا، تقريبا كل ثلاث ايام بيلعب مباراه، بنستعد للمباراه اللي جايه ان شاء الله يوم الاربعاء مع الاسماعيلي، بعديها مباراه الاتحاد يوم الاثنين في اسكندريه، وبعدين هيبدا معسكر في اسكندريه، بعدها مباراتين دول ان شاء الله هتكون مباراه القمه ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك يوم 13 يوليو الجاري، يعني تقريبا 10 ايام من دلوقتي. الحقيقه مش عايز اتكلم على مباراه الاهلي والزمالك لانها مباراه من طابع خاص، لكن مباراه مهمه في مسيره النادي الاهلي، اهم حاجه لطبعا عوده الدرع وعوده الدوري الى الجزيره، ده مهم جدا ايا كان المنافس. النادي الاهلي بيلعب دايما على الفوز، عايزين ان شاء الله خلال الاربع مباريات، اعتقد احنا محتاجين 8 نقط للفوز بالدوري الممتاز رسميا، وخلينا نتكلم محتاجين مجهود ومحتاجين تركيز، خاصة مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك زي ما بقول لحضراتكم هتتوقف عليها مش حاجات كتيرة، لكن ممكن جدا إن شاء الله تكون هي مباراة التتويج، يعني إن شاء الله تبقى
الفرحه فرحتين، وهنقابل منافس قوي نادي الزمالك، فريق محترم ادى الفترات اللي فاتت بشكل افضل كثيرا جدا من طبعا قدوم اوساريو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، بيقدم كوره افضل كتير، وبالتالي دايما ودائما بيكون المباريات النادي الاهلي والزمالك مباريات صعبه، لكن زي ما بقول لحضراتكم الهدف ان شاء الله خلال المباريات اللي جايه، بنتكلم على الاسماعيلي ونتكلم على الاتحاد ثم مباراه نادي الزمالك، ان شاء الله ثلاث مباريات ان شاء الله باذن الله محتاجين 8 نقاط للتتويج مبكرا. وتتويج مبكرا وليها ما بعد ده ان شاء الله، ان احنا ممكن نكون نلعب باريحيه شويه بعيد عن الضغوط، ممكن يكون في راحه لبعض اللاعبين اللي بذلوا مجهود كبير جدا الفتره اللي فاتت، يكون في فرص لبعض اللاعبين اللي ما خدوش دقايق لعب كتير، ممكن نشوف ولاد من قطاع الناشئين، وده وارد جدا ان شاء الله لو النادي الاهلي باذن الله يمكن يعني ينهي الموسم قبل نهايته باكتر من اسبوع او اتنين، وبالتالي هتكون فوائد كثيره جدا. ولكن الاهم والمركزين عليه دلوقتي هو حسم الدوري الممتاز ان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه.